القاعة ديال النهضة تم افتتاح ديالها في سنة 1923 في شهر أكتوبر، يعني هذا العام راه عندها 100 سنة تبارك الله. وكما يمكن تخيل عاشت بزاف ديال المراحل، تجديد، إصلاح، إغلاق، استعمالات متعددة كمسرح كسينما، واليوم خليناها في الطابع الأصلي ديالها بعد ترميمها الأخير اللي كان بين سنة 2007 و 2013. ملي تفتحت 2013 القاعة كتشبه تمام داكشي اللي كانت كتشبه له في 1953. شكر جزيل لجلالة الملك نصره الله على هذا المبادرة ديال الأخذ بيد قاعة النهضة بكونها أول قاعة سينمائية أو قاعة مسرح أو قاعة عروض في مدينة الرباط بهذا المساحة. في 2007 فاش تم اقتناء القاعة تم إغلاقها بشكل نهائي للإصلاح، والطلب كان هو يجب أن تشبه القاعة في 2013 ما كانت تشبه إليه في 1953. والإغلاق ديالها دام 6 سنوات، والآن كنشوفوها بعد الإصلاح. يعني الهدف من هذا الإصلاح خلق حياة ثقافية وبرنامج ثقافي لسكان مدينة الرباط، واللي يكون عندها واحد الإشعاع على الرباط ونواحيها، ولما لا على النطاق الوطني. والفكرة كانت هي أنه ما تبقاش سينما النهضة كقاعة سينما، خاصها تكون قاعة عروض متعددة. الحفاظ على الشكل الاصلي ديالها والاختيار ديال عدم تقسيمها لعده قاعات كما ترى بزاف ديال القاعات في المغرب، والاختيار ديال انها تبقى باكرون واحد، والاختيار انه نبقاو في عدد ديال الكراسي وواحد الراحه، هو لاجل الحفاظ على الروح التاريخيه اللي كانت عند القاعه. القاعه عندها 100 عام وكندخلوا لها وكنحسوا ان عندها 100 عام. العلو ديال القاعه، الزخرفه، حتى الديكور اللي كيكون حول الشاشه ديال السينما، كلها اشياء بقات كتشبه شنو كانت عليه القاعه في الخلق ديالها، في الانشاء ديالها بين سنوات في العشرينيه. حتى في فترة كورونا، حتى في فترة الإغلاق، أعطينا القاعة للمجموعات الفنية، المجموعات الغنائية الشبابية بواحد الطريف رمزي جدا باش يغيبيتيو، باش يمارسوا بلا جمهور بالطبع، ولكن ما بغيناش القاعة تكون مسدودة ما يكون عندها حتى شي صلاحية. دابا مع فتح الحدود والقيود إلى آخره، القاعة غتكون كما كانت، وكنتمنى انها تكون اكثر في خدمه المواطن. غادي نبداو نديرو عروض مسرحيه، عروض موسيقيه. فاش كنوليو كنديرو عروض سينمائيه وكنجيبو المخرج يتحاور مع الجمهور، كيلقى اقبال كبير مقارنه مع عرض سينمائي عادي. ولا الانسان الا جا عندك القاعه السينمائيه خصو يكون عنده فلوفر في العرض اكثر من مجرد مشاهده الفيلم، لانه مشاهده الفيلم يقدر تفرجو في التليفون ديالو، يقدر تفرج في انترنت. يعني الا جبتيه اعطيه شي حاجه جديده، وهادشي اللي كنحاولوا نديرو. كنحاولوا انه الفيلم ما يكونش فيلم فقط يولي مهرجان سينمائي ديال البلد، كنحاولوا انه يجي المخرج يدير نقاش مع هذا. وكذلك كنفتحوا الابواب للجمعيات والمجتمع المدني الا كان شي عرض خاص او لا حدث خاص اللي يقدر لحول الصورة بطريقة عامة، كنرحبوا به.